بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن خلافات ورش وقالون في هذا الوجه، الصور الثلاثة. طبعا تكلمنا عن صورة المسد بداية، هنذكر الخلافات اللي وردت فيها بالنسبة لورش وقالون. أول حاجة هتقابلنا بإذن الله تعالى تبت يدا أبي. أول حاجة هنا المد. المد بالنسبة لقالون، قالون مد داء المد المنفصل، قالون لي 2 و4 حركات. الكلام ده في المد المنفصل، إنه حرف المد يكون في كلمة والهمز يكون في الكلمة التي تليها. طيب بالنسبة لورش، ورش 6 حركات. ورش في المد المنفصل أو المد المتصل لي 6 حركات. قالون تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. ورش تبت يدا أبي لهب. تمام، يبقى كده الخلاف اللي ورد هنا بالنسبة لورش وقالون ورد في المد المنفصل. ما أغنى، نفس الشيء مد منفصل، هياخذ نفس الحكم اللي طبقناه بالنسبة لقالون ورش، 2 و4 بالنسبة لقالون، 6 حركات بالنسبة لورش. أغنى بالنسبة لأغنى فيها الإمالة الصغرى لورش. الإمالة الصغرى أو ما يسمى بالتقليل، أي بين ما بين الفتح والإمالة. فهنا بالنسبة للإمالة نقول ما أغنى، أغنى. لو قرأنا طبعا بالفتح ما أغنى، التقليل أو الإمالة الصغرى أغنى. طب الإمالة الكبرى أغني، فإحنا اللي عايزينه بالنسبة لورش أغنى. وله وجهين، يعني ليه الفتح أغنى يقرأ كما يقرأ حفص، وله أيضا الإمالة الصغرى اللي هي التقليل. عنه ماله وما كسب سيصلى. بالنسبة هنا سيصلى الكلام لورش، قالون هنا ليس له شيء، وهنا سيصلى أيضا الكلام لورش فقط. له في هذه اللام سيصلى، له فيها التغليظ، التغليظ. وله في الألف الممالة هنا له التقليل، لكن لا يجتمع التقليل مع التغليظ، فإذا قرأنا بوجه التغليظ يمتنع هنا التقليل، وإذا قرأنا بالتقليل يمتنع هنا تغليظ اللام. سيصلى، سيصلى. أما إذا قرأنا بالتقليل سيصلى، سيصلى. تمام، يبقى فيه وجهين لكن ما بيجتمعوش مع بعض. وامرأته حمالته، عندنا فقط عاصم اللي بيقرأ حمالته، باقي القراء بيقرأوا حمالته بالرفع، يعني قالون ورش هنا بيقرأ حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد، لا يوجد خلافات كما ذكرنا. إحنا بنذكر الخلافات فقط، فإذا لم نذكر خلاف فوافق، إذن وافق ورش وقالون، وافق حفص. الصورة الثانية معانا صورة النصر. إذا جاء، هنا جاء مد متصل بالنسبة لورش، ورش 6 حركات كما ذكرنا، ورش متصل منفصل 6 حركات. أما قالون 4، قالون 4 حركات، يبقى قالون 4 حركات. أما بالنسبة لورش فيقرأ إذا جاء 6 حركات، قالون إذا جاء، أي يقرأ قالون كما يقرأ حفص. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كده الصورة بالنسبة لصورة النصر، ما فيهاش حاجة تاني لورش وقالون، فقط المد. طيب صورة الكافرون، قل يا أيها، كما ذكرنا يا أيها مد منفصل وليس متصل. تمام، فهنا بالنسبة لقالون كما ذكرنا 2 و4 حركات المد،
المنفصل. أما بالنسبة لورش ست حركات. قل يا أيها الكافرون، هنا بالنسبة للراء في حكم لورش، دائما ورش ما بينظرش لحركة الراء، إنما ينظر لحركة ما قبلها. فإذا كان ما قبل الراء مكسور ترقق الراء، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة، هو فقط ينظر لحكم ما قبلها. إذا كان ما قبلها مكسور أو ياء ساكنة ترقق الراء. هنا الراء مرفوعة أو مضمومة، هنا الراء مضمومة. الكافرون، هذا الحكم مختص بورش، لابد له من ترقيق الراء. لا أعبد، مد إيه؟ مد منفصل في 2 4 قالون 6 ورش. وده يعني حكم خذوه على طول معانا. إذا كان مد منفصل بالنسبة لقالون كما ذكرنا 2 و4 حركات مخيرون، وبالنسبة لورش 6 حركات، سواء متصل أو منفصل بالنسبة لورش 6 حركات. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم نفس الشيء مد منفصل، عابدون ما أعبد مد منفصل، ولا أنا عابد ما عبدتم ما فيهاش شيء غير المد المنفصل، ولا أنتم أيضا مد منفصل. لكن هننبه تنبيه هنا في أنتم بالنسبة لقالون له الصلة وعدمها كما ذكرنا سابقا، يعني بنضم الميم مع الصلة. ولا أنتم عابدون، وله ولا أنتم عابدون، في كل ميم جمع تمام واقع قبل متحرك بالنسبة لقالون لي الوجهين، الصلة الضم مع الصلة وعدمها. طيب عبدتم أيضا لو وصلتها ما عبدتم، ولا ولنا أيضا الإسكان. ولا أنتم، أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أيضا فيها، لكم دينكم ولكم دينكم، لكم دينكم ولي دين. وهنا وافق ورش وقالون، أي قراءة نافع، وافقت حفص في فتح الياء ولي دين. وبهذا يعني تكون أنهينا الكلام بالنسبة لورش وقالون في هذه السور الثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.